أنا كنت أشارك بمسلسلات، بأفلام قصيرة، بمسرحيات. أنا اسمي ميري زيارة، عمري 13 سنة، ممثلة تلفزيون ومسرح. طبعاً حياتي كانت كلها مليانة، ما بين مدرسة، ما بين دراسة، ما بين فن وسعادة. طالما في فن بحياتي يبقى في سعادة. كنت مش لأني بشتغل، لأ، كنت موهبة أنا قاعدة بمارسها ومبسوطة فيها. أكتر إشي كتير زعلت عليه، أنا للحرب كنت بخطط لمسرحية، لعرض مسرح، وظلتني أتدرب لها أسابيع وأشهر طويلة، وكان يوم العرض هو يوم الحرب. فلما إجت الحرب كانت في مشاعر متلخبطة ما بين خوف وما بين تعب، كل التعب اللي راح كله راح يروح على الفاضي. ما كنت متوقعة إنه راح يجي أشياء أصعب من هيك. قبل الحرب كنت قبل ما أنام أفكر بشغلات، مثلاً بكرة أنا شو راح أعمل، بكرة شو راح يكون مخططي، بكرة شو أنا راح أنجز، بكرة شو راح ألبس، كطفلة من كل أطفال العالم. بس هلقيتها أنا بفكر هل أصلاً راح أضل عايشة لبكرة ولا لا. بفكر ما بين أنا كطفلة شو ذنبي أعيش كل هاي الأيام. أنا هلقيت بفكر بالحطب وبالمية وبالنار وبكل هاي الأشياء. أيام المجاعة لما كنا ناكل أعلاف الحيوانات كنت أنا أنام وأنا جوعانة، فطبعاً بابا أكيد ما يهونش عليه إنه إحنا يشوفنا هيك، فكان مستعد إنه يروح على دوار الكويت بعز الخطر وما يجيب أصلاً إشي، يجينا من تحت الرصاص، يجينا أصلاً كل ملابسه مليانة طحين عشان هو يحاول ياخد كيس طحين. والله مرة بابا جاب لنا قد كفة الإيد بإيده، جاب لنا طحين عشان نعمل فيها، وكنا كتير مبسوطين عليها إنه إحنا رح نرق بطحين، بس مجرد إنه نحط قرص خبز الذرة نحطه بالطحين ونرقه من كتر الأيام الصعبة اللي إحنا عشناها. كنت أنا أتابع الأفلام والمسلسلات التركية، كنت أتابعهم علشان قصتهم، وكمان عشان أتعلم من الممثلين الأتراك كيف بتكون رياكشنات وجههم. كنت أقضي طول يومي على هاي الأشياء عشان أنا لما أجي أصور وأوصل رسالتي تكون واصلة صح. أول حاجة بتمنى إنه الحرب تخلص، هاي أمنيتنا كلنا. تاني حاجة بتمنى إني أنا أشوف أهلي اللي كانوا طول الوقت معايا، خواتي وأخويا كانوا طول الوقت معايا. أنا عمري بحياتي ما كنت أتوقع إنه أنا رح يغيبوا عني يوم أو يومين، غير إنهم هم بعاد عني كمان أنا خايفة عليهم وهم خايفين علينا. إحنا كنا ننقطع عنهم ساعات وأيام وأسابيع وأشهر، ما نعرفش عن بعض إشي، ما نعرفش هل هم عايشين أصلاً ولا هم مش عايشين، هم كيف بيقضوا حياتهم. أنا كتير مشتاقة لهم، ما كنتش متوقعة أني أنا رح يجي يوم ومش رح ينام أخويا ببيتنا.